بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي مسلما، واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على النبي الهادي، واختم لنا بالخير والإسعاد. اللهم أمين يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من نوابغ مصرية. مصر مليئة بالنوابغ، مصر مليئة بالأصوات الحسنة. النهاردة رحنا لمحافظة بني سويف، ومعانا واحد من أصحاب الأصوات الندية الشجية، الشيخ محمود الصايغ. اهلا وسهلا بك يا شيخ محمود. اهلا بحضرتك يا مولانا، واهلا بكل السادة المشاهدين. شرفتنا ونورتنا. من بعد ما عندكم يا مولانا، جزيتم خير. انت عندك كم سنة يا شيخ محمود؟ 26 ان شاء الله. خريج ايه بقى؟ خريج كلية التجارة جامعة الازهر قسم ادارة اعمال. يعني ازهري ما شاء الله شيخ، يعني الحمد لله، هذا شرف كبير يعني. ما شاء الله، الحمد لله. واكتشفت امتى ان انت صوتك كويس وجميل؟ والله اكتشفته مبكرا شوية في سن الاعداد يا مولانا. ما شاء الله. كان في، على ما اتذكر، حفله في المدرسه عندنا في القريه، مدرسه الشهيد محمد احمد صبره، فدعيت وانا بدندن كده. المدرس الاخصائي الاجتماعي استاذ احمد، بقول له التحيه من خلال حضرتك، قال لي خلاص انت معنا ان شاء الله في الحفله. ما شاء الله. من هنا بقى الانطلاقه. ما شاء الله. واشتغلت على نفسي اكتر الحمد لله، درست مقامات في فتره الجامعه بقى ان شاء الله لما كبرت كده. متأثر بالمدرسة القديمة في الإنشاد ولا طبعا حد من الجداد؟ هو أنا متأثر أكتر بالقدام. القدام مولانا طبعا رحمة الله عليهم جميعا، نصر الدين طبار، الشيخ محمد عمران، ما شاء الله، مولانا النقشبندي، عمالقة. هتسمعنا إيه النهاردة بقى؟ قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. طب يلا بسم الله. ها. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه بكشف الضر أعتمد. أشكو إليك، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي يا رب، وقد مددت يدي بالسر مجتهدا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله ارحمنا، أنت مولانا، الله قبلنا، ما لنا غيرك. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. وعليكم ما شاء الله. ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا رب. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ومعانا الشيخ محمود الصايغ، بنرحب بيك من جديد يا شيخ محمود. أهلا بحضرتك يا مولانا، شرفنا ومنورنا، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يعزك يا مولانا. أعظم حاجة يعني تدلل وتبرهن على حب سيدنا رسول الله أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، يعني ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام. نسمع بقى يا شيخ محمود، تفضل. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي عن نبي بدر التمام. يا حبيبي يا محمد، يا مظلل بالغمام. يا حبيبي يا محمد، يا مظلل بالغمام. جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام. جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام. وأمانا والسلام عثر خط معلم وعلى الغار اليمام. قد بنى العش وترجم دون لفظ أو كلام. إن لله جنودا دون رمح أو سهام. إن لله جنودا دون رمح أو سهام. فاحفظوا النور لعال كلما اشتد الظلام. فاحفظوا النور ليعلو كلما اشتد الظلام. كلما اشتد الظلام وأتم الله نورا بك يا مسك الختام. يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام. يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك يا رب العالمين، اللهم آمين. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني، والمصريين معروفين بحبهم وعشقهم لآل بيت سيدنا رسول الله. في حب أهل البيت ذوبنا الهوى، والناس تحسدنا على هذا الجوى. من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو. من القصائد يا شيخ محمود اللي بيرددوها في حب أهل البيت: صبحتك بحب النبي، مسيتك بآل البيت. نعم. نسمع بقى كده منك إن شاء الله. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت. مزجش في هوى مطلبي وعند الحبيب صليت.
صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متاهة. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متاهة. أتعلق بنور النبي واتعطر بآل البيت، صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب رسول الله وبحب أصحاب رسول الله وبحب زوجات رسول الله وبحب أهل بيت رسول الله، وأن يحشرنا الله معهم وإن لم نعمل بعملهم، اللهم آمين. بشكرك يا شيخ محمود، شرفتني ونورتني، وربنا يبارك فيك ويحفظك، ونشوفك كده مبتهل ومنشد كبير قد الدنيا، تملأ البقاع وصوتك يوصل للعالم كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا مولانا، وربنا يبارك في حضرتك على يعني هذا المجهود الجبار في نشر حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المواهب الجميلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا سويا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. أنا آمين. كنت سعيد جدا وتشرفت بهذا اللقاء الطيب. وأنا شرفت بك، والسادة المشاهدين يعني تمتعوا بصوتك، جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ومصر مليئة بالنوابغ والأصوات الحسنة، ربنا يبارك يا رب في الجميع، اللهم آمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.